والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله تستعرضها لنا دينا من جديد. شكرا لكم مرة أخرى وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس مائلاً للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلاً طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وسقوط ثلوج على كاترين. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، ونبدأ بالقاهرة 18-10، الإسكندرية 16-11، مطروح 16-11، بورسعيد 20-10، الإسماعيلية 19-10، السويس 19-10، العريش 20-10، طابة 19-11، شرم الشيخ 23-13، الغردقة 23-13، الأقصر 22-7، أسوان 24-7، الوادي الجديد 21-6، شلاتين 26-12، وحلايب 23-13. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.